السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Les atomes et les molécules. الذرات والجزيئات. Les atomes. Définition. الذرات. تعريف. La matière est constituée de particules infiniment petites appelées atomes. Un atome est une particule invisible à l'œil nu. Son diamètre est de l'ordre de 0,1 nanomètre. 1 nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. تتكون المادة من دقائق صغيرة جدا وتسمى بالذرات. الذرة وهي دقيقة صغيرة جدا غير قابلة للتقسيم ولا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة. قطرها يقدر ب 0.1 نانومتر. النانومتر وهي وحدة صغيرة جدا أصغر من المليمتر وواحد نانومتر يقدر بمتر مقسم على مليار مرة. Le symbole est modèle de l'atome. رمز ونموذج الذرة. L'atome est symbolisé par la première lettre de son nom latin et écrit par un majuscule. Parfois, une deuxième lettre est ajoutée et écrite en minuscule pour différencier deux atomes dont le nom commence par la même lettre. نرمز للذرة بالحرف الأول من اسمها اللاتيني وهو حرف كبير. نضيف حرف ثاني صغير عادة عندما نريد أن نقوم بتمييز بين ذرتين تبتدئ بنفس الحرف. Pour simuler l'atome, nous utilisons un modèle sous forme de sphère de différentes couleurs et de tailles dont les dimensions sont proportionnelles aux dimensions réelles de l'atome. اذا باش نمثلو هنايا بالنسبه للذره، اذا كناخذ واحد الموديل اللي هو على شكل كره، وهذه الكره لها الوان مختلفه ولها ابعاد مختلفه تتناسب مع الذره في شكلها الحقيقي. Un exemple d'atome, مثلاً أخذ مجموعة من الذرات الهيدروجين، الكربون، أزوت أو نيتروجين، أكسجين، السفر، الكبريت والكلور. إذا بالنسبة للهيدروجين فهي ذرة تبتدئ بحرف H، السامبول ديالها غيكون هو H. ألوغ بالنسبة للموديل ديالها فهي على شكل كرة بيضاء صغيرة جدا. بالنسبة للكربون، الكربون رمزه هو سي لأن سي جاءت من الحرف الأول من الكربون. موديل فهو كرة سوداء. أزوت أو بيان نيتروجين، إذا كناخذ الحرف الأول من نيتروجين اللي هو N. إذا بالنسبة للموديل نقوم بنمذجتها على شكل كرة زرقاء. الأكسجين، إذا الاسم ديال الأتوم دوكسيجين كيبدا لينا بأو، وبالتالي كناخذ الحرف الاول او والموديل اللي هو اللون احمر كره حمراء. السفخ او الكبريت، اذا كتبدا لنا باس، اذا الكلمه او لا، اذا لاطوم كتبدا لنا بالحرف اس، اذا ناخذ الحرف اس. الموديل اللي هو كره صفراء. بالنسبه للكلور، اذا عندنا الكلور كتبدا لنا بالسي، ولا لاحظنا الكربون حتى هي كتبدا لنا بالسي. وبالتالي باش نفرقوا ما بين ذرة الكلور وذرة الكربون، إذا كنزيدو سي كنزيدوها ال كتولي سي ال هي ذرة الكلور، ونموذج اللي هو كرة كبيرة وخضراء. لي موليكول، لا ديفينيسيون، الجزيئات. إذا بالنسبة للجزيئات، إن موليكول إت أون بارتيكول كونستيتيي بار أن نومبر ديتيرميني داتوم إيدونتيك أو نون، ليي أونتر أو. ألوغ بالنسبة للجزيئة، فهي واحد الدقيقة صغيرة وتتكون من عدد معين من الذرات. إذا على الأقل خاص يكون عندنا جوج ديال الذرات باش نسميو اون موليكول أو لا جزيئة. هذه الذرات ممكن أن تكون ذرات متشابهة أو غير متشابهة ومرتبطة فيما بينها. Elle représente la plus petite quantité de matière possédant les propriétés caractéristiques de la substance considérée.
La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. Puis, nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome à droite et en bas de son symbole. Alors, je vais mettre le juzéa. Et donc, juzéa, je vais mettre le nombre de la dernière qui est composée de juzéa. Puis, nous devons un nombre à l'yamine ou à l'asphel de juzéa. Présentation de quelques molécules. Alors, pour nous, l'eau, juzéa, le ma, il y a H2O. يعني هذه الجزيئه تتكون من ذرتين من الهيدروجين وذره واحده من الاكسجين. اذا بالنسبه للموديل موليكولير ذره اكسجين وذرتين من الهيدروجين. ديدروجين وهو غاز ثنائي الهيدروجين يتكون من ذرتين من الهيدروجين. نموذج الجزيئي وهو ذرتين مرتبطتين فيما بينهما. ديوكسيجين O2. إذن هذه الجزيئة تتكون من ذرتين من الأكسجين. النموذج الجزيئي فهي تتكون من ذرتين ذو لون أحمر مرتبطتين فيما بينهما. ديوكسيد الكربون أو ثنائي أكسيد الكربون CO2. إذن هذه الجزيئة تتكون من كربون ذرة كربون وذرتين من الأكسجين. إذن بالنسبة للنموذج الجزيئي ذرة الكربون اللي هي في الوسط ذو لون أسود وذرتين من الأكسجين ذو لون أحمر. مونوكسيد الكربون إذن هذه الجزيئة تتكون من ذرة كربون وذرة أكسجين. بالنسبة لنموذجها الجزيئي فهي ذرة من الكربون ذو لون أسود وذرة واحدة من الأكسجين ذو لون أحمر. ميثان وهو عبارة عن غاز يتكون من ذرة كربون وأربع ذرات من الهيدروجين. إذا ذرة كربون ذو لون أسود ومرتبطة بها أربع ذرات من الهيدروجين ذو لون أبيض. ديازوت وهو غاز تتكون جزيئته من ذرتين من الأزوت. بالنسبة للأزوت له لون أزرق. إذا جزيئة ثنائي الأزوت فهي تتكون من ذرتين من الأزوت. Le corps pur simple est composé. الجسم الخالص البسيط و المركب. Le corps pur simple, celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. بالنسبة للجسم الخالص البسيط هو الذي جزيئاته تتكون من ذرات من نفس النوع. مثلا O2, H2, O3, Cl2, etc. N2. هذه كلها فهي أجسام خالصة بسيطة. ثم بالنسبة للجسم المركب celui dont la molécule est constituée d'atomes de type différent هي أجسام جزيئاتها تتكون من ذرات مختلفة. مثلا أحادي أكسيد الكربون NaCl كلورور الصوديوم والميثان CH4. إذن هذه الجزيئات تتكون من ذرات مختلفة. موديل موليكولير دو لير. Représentation moléculaire de l'air. D'abord, il se forme un modèle moléculaire, le نموذج الجزيئي للهواء. On représente un volume d'air contenant des molécules. Alors, on a un واحد الإناء يحتوي على 10 جزيئات. جزيئتين من ثنائي الأكسجين و 8 جزيئات من ثنائي الأزوت. إذا بالنسبة ثنائي الأزوت جزيئة ثنائي الأزوت هي ذو لون أزرق و موليكول دو ديوكسيجين جزيئة ثنائي الأكسجين ذو لون أحمر. alors le pourcentage de dioxygène est alors بالنسبة للأكسجين داخل هذا الإناء إذا جزيئتين من الأكسجين من 10 إذا 2 على 10 multiplié par 100 إذا غادي نضربوها في 100 تعطينا 20%. إذا بالنسبة للهواء يحتوي على 20% من ثنائي الأكسجين. بالنسبة للنسبة المئوية لثنائي الأزوت le pourcentage de diazote A إذن 8 من 10 8 مقسومة على 10 إذن ضرب 100 تساوي 80%. إذن ثنائي الأزوت يتواجد ب 80% بالهواء. conclusion l'air est un mélange de molécules. إذن الهواء فهو خليط من الجزيئات. Les deux principaux constituants sont le dioxygène à 20% et le diazote à 80%.
Alors, بالنسبة للمكونات الأساسية للهواء، ثنائي الأكسجين بنسبة 20% وثنائي الأزوت بنسبة 80%. Donc, il y a donc 4 fois plus de molécules de d'azote que de molécules de dioxygène. يعني بالنسبة لجزيئات ثنائي الأزوت فيتشكل 4 مرات من جزيئات ثنائي الأكسجين بالهواء. Exercice d'application. Et d'ailleurs, تمرين تطبيقي. Complétez les deux tableaux ci-dessous. Tableau رقم 1. À l'aide des formules chimiques suivantes. Et d'un, نقوم بمل هذا الجدول الأول BH2O C4H10CCl chlore et CO2 ثنائي oxyde الكربون. بالنسبة للطابلو الثاني. La formule. Le nom de la molécule. Les atomes composant la molécule et le corps pur, simple ou bien composé. Alors, بالنسبة للفورميل NO2 اللي هو ثنائي أكسيد النيتروجين, ديوكسيد دو نيتروجين. بالنسبة للمونوكسيد دو كربون, لو نون ديال لا مولوكيل. إذا حنا غادي نملأو الطابلو قلبو على العدد ديال الذرات اللي كيتكون منهم هاد المونوكسيد دو كربون. وبالنسبة للكور بور سامبل أو كومبوزي فهو عبارة عن كور كومبوزي. Alors, بالنسبة les atomes composant la molécule, واحد la molécule كتكون من 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. وهذا جسم فهو جسم مركب. Alors, بالنسبة لجزيئة اسمها أوزون تتكون من 3 ذرات للأكسجين. إذا يجب أن نبحث عن la formule chimique ديال هذه الجزيئة. ثم هل هذا جسم سامبل يعني بسيط أم مركب؟ ثم بالنسبة للأمونياك NH3 الأمونياك, إذا مما تتكون هذه الجزيئة؟ وهل هذا الجسم بسيط أم مركب؟ إذا هنا كنتمنى أنكم توقفوا الفيديو ثم تجاوبوا على هذه الأسئلة هادو وتملؤوا هذه الجداول ومن بعد تزيدوا الفيديو وتلقوا الأجوبة ديال هذه الأسئلة. إذن هنا انتهى الدرس. إذا كان عندكم شي تساؤل أو شي استفسار أو أي حاجة ما فهمتوهاش ممكن أنكم توضعوها في التعليق تحت الفيديو. ونتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.